قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخ يسأل عن الإضراب، إضراب الموظفين، إضراب العمال، إضراب كذا إضراب كذا من الناس. قل تحصل بعض القضايا يضربون إضرابا. الجواب: الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات كل هذه ما عليها دليل، بل هي تقليد للكفار. ومما يدل أن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك قول أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أسلم، أو فعلها حين أسلم، أنها أضربت عن الطعام أياما حتى يرجع عن دينه الذي دخل فيه وهو الإسلام، صارحها قال: يا أمه كلي أو لا تأكلي، لو كانت لك 100 نفس خرجت واحدة بعد الأخرى ما تركت ديني هذا الشيء. فالإضرابات من التشبه بالجاهلية فلا تجوز. وكم تعدد من هذه التي هي مخالفات شرعية ما عليها أدلة، تشبه بالكافرين، مظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، وقفة احتجاجية، الإحداد، إحداد الرجال، هذا عدم من العيب هذا عند الناس، إذا مات أو كذا يحدون دولة كذا أو كذا يمرون بالإحداد كذا كذا أيام. الصمت أيضا من ما ذكر في الأحاديث أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني أنه يصمت كذا كذا من الدقائق صامتا. وعلى كل، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، فإن هذه ما تجوز. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فالواجب أن الناس يتأسون بالأسوة الحسنة التي لا أحسن منها إطلاقا، وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأشياء كلها جاءتنا من غير كتاب ربنا ومن غير سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.